متابعي قناه فاس بريس، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج كازا سيتي. في هذه الحلقه هذه غادي نناقشوا المشاكل التي تتعرفها مقاطعه سماسه مدينه الدار البيضاء، خاصه ان بعد انتخابات الجمعيه تاع 2021 وبعد تولي توفيق كميل زوج عمده مدينه الدار البيضاء مهمه الرئاسه، وايضا حضور عمده مدينه الدار البيضاء نبيل الرميلي كمستشار ديال خدمه المقاضاه، اعتقد السكان تاع هذه المنطقه بان هذه المنطقه غتعرف واحد الثوره اجتماعيه تنمويه، ولكن باستثناء المنتزه الاخير الذي تم تدشينه مؤخرا يعني الحركه داخل هذه المقاطعه لا تبشر بالخير. من اجل مناقشه القضيه دي نستضيف السي امين زكريا، كاتب المحلي لحزب التقدم والاشتراكيه بمقاطعه سماسه مدينه الدار البيضاء. السي زكريا مرحبا بك. شكرا. شكرا السي احمد بوستا على الاستضافه، شكرا للانفاس تي في اللي استقبلتنا بهذا الفضاء الجميل. مرحبا السي زكريا. بدايه يعني كيفاش تشوف الحركه داخل مقاطعه سباسه بعد مرور دابا 3 سنين على انتخاب المكتب الجديد لهذه المقاطعه هذه؟ بالنسبه لنا كنا كنتوخاو نشوفوا مسائل كبيره في مقاطعه سباسه بحكم انها مقاطعه ضوحويه عانت الكثير قبل، وكنا كنتوخاو نشوفوا شي حاجه جديده في ظل ان العمده تنتمي مستشار بنفس المقاطعه وان الحمله الانتخابيه ديالها بدات من مقاطعه سباته ومن السالميه ومن حي الوحده ومن حي النصر ومن الاحياء الضوحويه. كنقولوا انها شافت ووقفات على النواقص اللي كاينه في هذه المنطقه اللي ممكن غادي تعالجها في اصعب الاوقات. هما كان الناس يقولوا بان فرصه ذهبيه بالنسبه لسباته خلال هذه الولايه الجماعيه، شو تتفق معهم؟ لم يتم استغلالها لحد الساعه. فعلا فعلا، فجميع جميع 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 المسائل متاحه للمجلس الحالي بحكم انه كينتمي لنفس الحزب اللي كيسيا جماعه الدار البيضاء، كينتمي لنفس الحزب اللي كيسيا الحكومه، كينتمي لنفس الحزب اللي كيسيا البرلمان، فجميع وسائل النجاح عندهم متاحه. فكنا كنا كنطاجو خير اننا ملي شفنا السيد اللي طأس المقاطعة السيد توفيق كميل أنه طأس المقاطعة عن حزب تجمع الأحرار وهو بنائب برلماني على المقاطعة على عمالة مقاطعة بن مسيك، كنا كنتسناو شي حاجة كبيرة، ولكن لحد الساعة حتى الأشياء اللي دات ماشي في حجم تطلعات. البعض غيقول لك لا المقاطعة سباسة الآن تتعرف واحد الحركية، كاين هذاك المنتزه الأخير اللي تعتبر من أجمل المنتزهات اللي على مساعد مدينة الدار البيضاء، التعبير تاع الشوارع، التعبير تاع الأزقة، سانداي، حديقة سانداي، أش بغيتوا أكثر؟ بالنسبة للمنتزه سباتة احنا ما نقدروش نقول انه منتزه مزيان وفي المستوى، احنا ما خصناش منتزه سباته، خصنا منتزهات على مستوى المقاطعه. وحديقه السانداي تمت الصيانه ديالها وتمت الحله ديالها بحله جديده، ولكن المساله اللي بقات كتعاني منها المقاطعه هو ما كاينش واحد الابتكار في المشاريع بالنسبه للمنتخبين، فبقاو كيخدموا دائما هذيك الخدمه الكلاسيكيه، الخدمه ديال المنتخب ديال الصواب. الخدمه الا مات شي واحد غنمشي ندي ليه لومبينونس ونمشي ندي ليه الحفله وهذه وهذه، بحكم ان هذه المسائل خاصها تكون متاحه للمواطن. الو عندي وفاه، كيجي الطبيب كتجي معاه الحفله، كتجي معاه سياره الاسعاف، انت ولكن هذه الحفلات هي قال لك البعض يقول بان ما بقاش داخل سباته، ما كايناش مجلس المقاطعه لا يوفرها للسكان. بالنسبه لي انا عماني ما كانت عندي هذه المساله، وعماني ما عيطت على قبل هذه المساله، كنعيط الا كانت شي وفاه عندنا عائليه ولا شي حاجه. بالنسبه يعني انت تقول لا حتى ولو كانت هذا الامر خاصش المنتخب يبقى معتمد على هذه الطريقه. حتى لو كان هذا الامر فالمنتخب فهو منتخب للاحياء ماشي للاموات. حنا انا كنت غنتسنى منتخب حتى يموت عندي شي واحد عاد باش يبان يتافيشي عندي راني دات المزيان، هو في الداخل ديالو كيمهد لواحد الحمله انتخابيه سابقا الاوان ديالها، حيت كيعرف ان الوفاه كتكون واحد المجمع ديال 50 100 150 200 ديال الناس، فهذا الشيء مرفوض. كنطلبوا من المنتخبين يكون واحد شويه ديال الابتكار، يجيونا بمشاريع. فمنطقه سباته كتعج بالكفاءات، كاينين شباب عندهم ماستر، عندهم اجازات، عندهم دكتورات، ناخذوا بالاء ديالهم، نستشروا مع المجتمع. شنو النقاط السوداء اللي كاينه في سباته؟ عديده ومتعدده. مثلا بالنسبه لنا حنايا، بالنسبه لدار الشباب عندنا فضاء شباب سباته الوحيد على صعيد المقاطعه. فاش نهضروا على سباته تنهضروا ايضا على السالميه. سباته السالميه، حي النصر، حي الوحده، والمد العمراني اللي كتشاهدوا دابا السالميه، دابا كاين حدائق سالميه، كاين ديار سالميه، كاين بزاف ديال اللي ما عندهمش مرافق
اجتماعيه وثقافيه ما كاينش. عندنا فضاء الشباب سباته هو اللي كيمشيو ليه الناس كاملين. عندنا الاكاديميه ديال سباته اللي كانت غدا في ملعب بو محمد ونادى بها المجلس فكنشوفوا ان باقا ما متفاعلاش باقا ما كايناش. ملاعب القوب اللي كان خاصهم يكونوا ما كاينينش. عندنا ملعب القوب الوحيد اللي في سباته اللي هو ملعب حديقه السانداي اللي مسدود دابا بحكم الاصلاح وما كاينش البديل. المسبح ديال سباته اللي كاين عندنا في سباته بمشروع اللي تبناته المبادره الوطنيه للتنميه البشريه وكنا كنتمنوا ان الساكنه ديال سباته تستفد منه، ولكن القيمه الشرائيه ديالو انا ما يمكنش نقول غالي ولا رخيص، القيمه الشرائيه ديال المواطن في سباته وفي السالميه القدره الشرائيه لا تتناسب بتاتا مع الاثمنه المطروحه. شحال ديال الاثمنه تقريبا؟ تقريبا كاينه 150 كاينه 200 300 كاينه الشراكات ديال 1500 2000 درهم 3000 درهم للعام زائد مونيتور زائد هادي زائد هادي. القيمه الشرائيه ديال القدره الشرائيه ديال المواطن في سباته في السلميه كيفاش واحد كيتخلص 3000 ولا 4000 درهم يقضى مثلا وعنده جوج وليدات يخلص عليهم مثلا زائد هادي زائد هادي. هضرت على مثلا ملعب محمد، هذا الملعب اللي بدات فيه الاصلاحات منذ سنوات ولحد الساعه نفس باقي واقف بلاصو، علاش؟ طبعا هادشي اللي كان التساؤل ديالنا حنايا وكنا خرجنا ببيان في حزب التقدم والاشتراكية على الصعيد الاقليمي طبعا بتوجيهات من رفيق حميد المكاوي الكاتب الاقليمي وبعض الاعضاء عندنا باش كيفاش هذا الملعب واقف؟ فين كاين المشكل؟ بما انه ملعب جا الوسط ما بين المقاطعتين لا بين مسيك لا سباته كيستافدوا منه الجمعيات الرياضيه ديال كلا المقاطعتين في مدارس ديال كره القدم في هذه. عندنا في سباته جمهور شغوف محبي لكره القدم ومنطقه سباته هو من اقدم الملاعب اللي كاينه في المنطقه. منطقه سباته لاعبين كبار لعبوا في هذاك الملعب مصطفى خالف رضوان العلالي تنجبات اسماء كرويه كبيره في هذاك الملعب. ف ما بغيناش يبقى في ديك الحاله. الا كانت شي صراعات سياسيه الا كانت شي حاجه نخليوها جانبا. ولكن انتم كحزب التقدم والاشتراكيه في المنطقه واش عمركم يعني دقيتوا الباب باش تجلسوا مع الرئيس ايضا تجلسوا مع عماده مدينه الدار البيضاء باش تحلوا هذه المشاكل اللي تتهضر عليها؟ بالنسبه على صعيد الجماعه فعندنا ممثلين ديال مجلس المدينه ديالنا التابعين لحزب التقدم والاشتراكيه منتخبين من في مقاطعات اخرى فهما كيمثلونا وكنعطيهم تساؤل على الصوت. الصوت السباسي يكون داخل المقاطع علما كما قلتي بان المستشاره الجماعيه اللي هي العمده راه كاينه عندنا في السباس. بالنسبه حنايا حنا في مشروع باش غادي يكون واحد طلب لقاء ان شاء الله مع السيد رئيس المقاطعه اللي كان خدامين عليه هذه الايام هذه باش نوصلوا لواحد باش نوقفوا على بعض النواقص اللي كتعرف في السباس. حنا ماشي ضد طريقه التسيير وحنا ماشي جينا حنا ما جيناش باش نطعنوا في الخدمه ديال الناس ولا جينا باش نعاضوا من اجل المعارضه ولا جينا باش حنا جينا باش نكملوا بعضياتنا. ولنفترض ان حزب التقدم والشركه هو اللي توجد على رئاسه مقاطعه سباته، اش هي الحوايج اللي غتحلوا لهذه المنطقه؟ بالنسبه لنا حنايا حنا ما غنمشيوش بعيد، حنا غنباطقوا من الافكار اللي كنامنوا بها داخل التقدم والاشتراكيه ومن خلال الواقع المعاش داخل المقاطعه. حنا غادي نخدموا على ما هو اجتماعي حيت المقاطعه خاصها خدمات اجتماعيه. شنو الخدمه؟ مثلا الاكتظاظ اللي كاين على المستشفى الاقليمي بن مسيك نحاولوا نخلقوا واحد المستشفى مستشفى خو ولا واحد المركز صحي اللي يكون كبير متعدد الاختصاصات داخل تراب مقاطعه كاين مركز صحي متعدد الاختصاصات. يعني الا مشيتي دير راديو ما غايقولوش لك راديو خاسه، الا مشيتي دير سكاني ممكن يمشي يكونوا في ديزيرجونس في المستوى في الولاده يستقبلوا حوادث سير يستقبلوا بزاف ديال المسائل. بالنسبه لنا اولويات اخرى مثلا مركز ادمان مركز لمحاربه الادمان كنشوفوا الادمان متفشي عندنا في المنطقه حنا وهناك شباب احنا اولاد المنطقه وكنخرجوا كندويو معاهم وكيدويو معانا كيقول لك اودي حنا بغينا الدواء وما لقيناش فين. علاش ما يكونش واحد مركز ديال الادمان؟ ندوينا نقول على المنتزه ديال سباته، المنتزه ديال سباته شاسع الا خدينا واحد 50 متر ودنا جوج طبقات ودنا فيها واحد مركز ادمان
تما غادي يخدم السكينه. ولا خدمنا السكينه الا خدمنا على هذه النقطه ديال الادمان من خلالها غادي بزاف ديال المسائل ما غتبقاش متفشيه عندنا. مثلا البطاله علاش ما تكونش عندنا الى جانب محاربه الادمان؟ زعما واحد الدواء عالج الادمان غادي يقلب على راسو، تكون عندنا اسواق نموذجيه مثلا. اسواق نموذجيه داك الخضه ولا الكزا ولا مول الديسي اللي كيبيع اكيد دخل الفلوس، ولكن حفظا لكرامته. بس السيد كيكون عنده واحد المقهى ديالو، كيجي كيحل كيسد المكان ديالو بتوقيت ديالو بيوم راحه ديالو حتى الزبون، كتكون المسائل منظمه مصيبه. علاش مثلا ما ناخذوش واحد الجزء اللي واحد الجزء اللي يكون فيه مثلا واحد المركز تجاري مثلا في ثلاثه طبقات ولا اربع طبقات، ولكن كاين الوعاء العقاري على الشيء تقول متوفر الوعاء العقاري في سباته. بالنسبه للوعاء العقاري انا بالنسبه لي لو كن من خلال السؤال ديالك استاذ، الا كنتو نتوما غادي الا ما كانش الوعاء العقاري ممكن نرفعوا ملتمس، ممكن ما كاينش الارض باش نديروا هادشي. فين ممكن نمشيو من هاد الخواص؟ هناك اراضي شاسعه والسلميه، هناك اراضي شاسعه. الا خدينا من ثانويات الكيندي للفوق ولا في الضواحي ديال السلميه عندنا اراضي. هضرت على الاسواق النموذجيه، كاين واحد السوق اللي تسمى كاين في سباسه يعني تيخلق ضجه منذ سنوات، وهذاك السوق كبير الحلو يعني كاينه اللعبه على المش والفار ما بين السلطه وما بين الباعه المتجولين، ولكن المشكل ما محلوش. بالنسبه لكم انتم كيفاش تحل هذه الاشكاله؟ احنا بالنسبه لينا لو كنا مكان لو كنا في التسييع كنا الا ما كاينش الحل، الا كاين المشكل ديال الوعاء العقاري وطاح نفسه بقوه، غادي نشوفوا مثلا دي باسغيل اللي يكونوا مثلا مناسبين. مثلا شفنا على غير مقاطعات اخرى مثلا كيجيو واحد الحيطه ديال الثانويه ولا ديال الاعداديه ولا ديال المستشفى اللي كيكون واحد المساحه مثلا ديال 10 متر ولا هذه ما فيها باس ناخذ واحد 5 متر. دار التجربه ولكن ما مشاتش مزيان، دات ما تواكباتش. علاش؟ حيت ما كان فاش كنبداو نخدموا فاش كنبداو نفاقوا مثلا نقوم بعمليات الاحصاء مثلا ديال الناس اللي خاصهم يستافدوا الباعه الاستفاده للاسف كتكون ناس خاين. يعني ما تيستافدوش الناس اللي تبيعوا. انا غادي نجيب واحد مقاعب وغادي غادي نعطيه واحد رقم ديال واحد ديال ديال واحد النماء وبضوءه غادي كيهل واحد اخر وغادي طبعا ما غتكونش موك. كاين شي اسواس اصلا هدمت السوق نهائيا، لانه جا كما تتعرف انت جا على واحد حديقه صغيره كانت تما في المنطقه. واش اتفق مع هذه القضيه تاع الهدم ولا غير التنظيم تاع الباعه تماك؟ انا بالنسبه لهذه المساله اولا كنبغي نشكر السلطه المحليه اللي كتقوم بواحد 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 العمل جبار في هذيك المنطقه، وماشي غير تما في جميع الاسواق اللي بحال كل اللي كاينه في منطقه سباته ومنطقه السالميه. غير بالنسبه للهدم احنا بالنسبه اول حاجه يكون الحل هو الاول. توفر الحل للناس، يتوفر الحل للناس، الناس يعرفوا فين غيخدموا، وابخي ممكن تكون طريق كدوز، ممكن تكون حديقه، ممكن تكون بزاف ديال الحوايج. احنا في نهايه البرنامج كاينه شي اضافه اخرى تبغي تقولها للساكنه تاع سباته؟ بالنسبه للساكنه ديال سباته كنبغي نوجه لهم واحد النداء انهم يحسنوا باش يحسنوا اختيار الانتخابات المقبله ان شاء الله، ويامنوا بالقدرات ديال الشباب ديالهم، ويامنوا بولاد الحي ديالهم. ما نبقاوش نتسناو حيت الى نظام اللائحه جاب لنا غير مشكار، جاب لنا واحد كيعيش في غوتشي، واحد كيعيش في كاليفورنيا، واحد كيعيش في احياء راقيه، ما كيعيش معك المشاكل اللي كتواجه حتى داخل المنطقه ديالك لا في سباته لا في السلميه، كيفاش غادي يحس بك؟ كيفاش غادي يعرف المشاكل ديالك؟ وكيفاش غادي يعرف يحلها؟ بما انه 4 ديال العشيه صافي هز لامالات ديالو ومشى. يعني ما يقدرش. الحاجه اللي غنضمنوا اليوم هو ان المساله التنظيميه ديالنا احنا كحزب منظمه، كنستقطبوا شباب واعي، شباب متقدم. ولكن انتم كحزب تقدموا الشركيه في التسباتات، واش انتم حاضرين ولا انتم تحلوا الدكان غير في الانتخابات؟ احنا كنا دكان انتخابي ما غاديش نكونوا معك السي احمد دابا، وحنا قايد علينا. انا كنوجه واحد الدعوه علانيه دابا من هذا المنبر، احنا عندنا واحد النشاط تكويني في اطار تنزيل البرنامج الوطني للتكوين لعطور الحزب، غادي يكون عندنا في شهر 10 في هذا الشهر هذا ان شاء الله، يوم تكويني الاطر ديال الحزب، باش
حتى الناس اللي كان عندهم طموحات انتخابية المرة الجاية على الأقل دفعوا بواحد الفئة اللي تكون مكونة ومقطعة سياسيا. وعلى غيرها فكاينين العديد من الأنشطة وحنا كنشتغلوا على طول العام. حنا ما طبعا كاين بعض الأحزاب تما اللي كتشتغل تاهي على طول السنة، ولكن الأغلبية الساحقة دكاكين انتخابية للأسف. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا على قبول الدعوة. متابعي قناة فاس بريس، إلى اللقاء، فرصة قادمة وحلقة جديدة من برنامج كازا سيتي.